ها نحن مع فيديو رائع للعديد من المقاطع المثيرة التي تم التقاطها بالكاميرات، فما عليكم سوى أن تربطوا أحزمة الأمان لنقلع بالطائرة في هذه الرحلة الممتعة، لكن لن تفعلوا هذا قبل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا. واحد، مرت علينا العديد من صيحات الموضة على مر السنين، لكننا لم نشاهد قط قميصاً مصنوعاً من النحل كالذي يرتديه هذا الصبي، والغريب أنه مستمتع به. اثنان، من الواضح أن حيوانات الميركات ليست لطيفة وجميلة فقط، بل إنها ودودة أيضاً، فهي ألفت هذا الرجل وبدأت تصعد على رأسه وتتعامل معه كأنه جزء من المكان، ولابد أننا نلاحظ أنه في غاية السعادة. ثلاثة، عندما يأتي الصيف وتشتد الحرارة، يتمنى الجميع لو يسقط عليهم الجليد من السماء، ويبدو أن بعض البلدان الحارة تنفذ هذه الفكرة بالفعل وتنشر الجليد كما تشاهدون الآن بالطائرات. أربعة، يجب التعامل مع السفن الكبيرة بحذر شديد، إذ إن خطأ صغيرا قد يتسبب في كوارث حتى وإن كان بابا صغيرا مفتوحا بدون قصد مثل ما حدث في هذا المقطع. لكن الغريب في هذا المشهد هو هدوء هاتين السيدتين اللتين لم يتأثرا مطلقا بما حدث رغم قربهما من السفينة. خمسة، هل تذكرون القصر الرائع الذي قامت إلسا بصناعة الثلج في فيلم فروزن فيه؟ يسعدنا أن نخبركم أن هناك كهفا يشبهه كثيرا في أيسلندا، وهو كهف في غاية الروعة كما تشاهدون، مما لا شك فيه أن جميعنا نحقد على هذا الرجل الذي يقوم بالتصوير داخل هذا الكهف الخيالي. ستة، وهذا المقطع يجعلنا نفهم لماذا تقضي الفتاة الكثير من الوقت في صالون التجميل. سبعة، من المستحيل أن يقف الإنسان عاجزاً أمام الكثير من المعوقات في الحياة، وهؤلاء الأشخاص اجتمعوا لكي يقوموا بنقل هذه السيارة إلى السفينة من على جسر خشبي، ورغم عدم وجود وسيلة قوية وآمنة لنقل السيارة، فإنهم وضعوا قطعتين من الخشب لتسير عليها السيارة، والغريب أن الأمر قد نجح بالفعل رغم ضعف الخشب. ثمانية، دعونا نشاهد اللحظات الأخيرة من غرق هذه السفينة في صمت. تسعة، تحاول هذه الكلاب إزعاج الدب الوحيد، لكنه لم يهجم عليها أو حتى يظهر بعض العنف، رغم أنه قادر على إرهابهم بأقل صوت منه، لكنه يبدو أنه جائع أو ليس في مزاج جيد ليعبث مع هذه الكلاب، لذلك قرر أن يتجاهلهم. عشرة، في الهند قد تجد الثعابين في الإناء الذي تأكل فيه، لكننا لا ندري كيف وصلت هذه الأفعى الضخمة إلى عجلة الدراجة والتفت حولها بهذا الشكل، لكن الجانب المشرق أنه لن يجرؤ شخص على سرقة هذه الدراجة. 11، ليس بالضرورة أن يكون الترفيه بلا فائدة، هناك بعض الأشياء الممتعة التي تصحبها أفعال جيدة، مثل هؤلاء الأشخاص الذين يستمتعون بالطيران في الهواء بالمظلات ومساعدة الطيور الجارحة عن طريق إطعامهم، وكل من قام بهذا الأمر يقول إنها تجربة العمر بالنسبة لها. 12، هل تستطيع حمل منزلك ليكون معك في كل مكان؟ بالطبع كلا، لكن هذا المخلوق الصغير يستطيع، حيث يقوم ببناء منزله وحمله معه في كل مكان ليحميه من الخطر حتى يتحول إلى فراشة. 13، من الذي قال إن الحب يكون بين البشر فقط؟ فهناك قصص حب عديدة بين الجمادات، مثل قصة الحب التي انتهت بسعادة بين هذه الشاحنة والجرافة. 14، مشهد مثل هذا لا يحدث كل يوم، شخص يقوم باللعب باللوح الخاص به وفجأة يتعثر وينطلق اللوح بعيدا عنه ليمر بين ساقي فتاتين بشكل مدهش، لقد حدث الأمر في الوقت المناسب. 15، لا شك أن العمل الجماعي له مذاق خاص، فالمشاركة دائما ما تكون جميلة ومفيدة، لذا قرر هؤلاء الرجال صناعة مقعد وطاولة صغيرة وقاموا بتثبيتهما على لوحي تزلج ليكون الاستمتاع جماعيا بالتزلج على الجليد، كما أنهم كانوا يحدثون القهوة أثناء رحلتهم. 16، جميعنا يتفق أن استغلال أقل الإمكانات للقيام بالشيء الذي نريده أمر رائع حقا، وهذه الحمامة قررت أن تقوم ببعض التمرينات دون أن تذهب إلى صالة الألعاب، لذا قررت أن تذهب إلى مترو الأنفاق وتستخدم السلالم الكهربائية لهذا الغرض، والنتيجة كانت باهرة حقاً. 17، مهما بلغت متعتك بمشاهدة الأبنية وهي تنهار، فإنها لا تذكر عند مشاهدة هذه المقاطع التي تتضمن أشياء عن المعادن وقوتها،
سواء في حالتها السائلة أو الصلبة، ألا توافقني الرأي؟ 18. عندما تكون عائداً إلى المنزل بعدما عرفت أن البيتزا تنتظرك هناك مع قرص بأفضل ألعابك، هل ستقود مثل هذا الرجل أم أنك ستكون أكثر تهوراً؟ 19. لابد أنك رأيت تحدي فتح الزجاجة بالقدم مثل ما فعل اللاعب الشهير ميسي من قبل، لكن البعض أخذ التحدي لمستوى آخر وقام بفتحها بعجلات الطائرة، والمثير أنه قد فعلها. 20. هل هذا الرجل يتحدى الجاذبية؟ ربما، لكن الأمر المؤكد أنه قضى الكثير من الوقت في صالة الألعاب ليصل إلى هذه الدرجة من اللياقة البدنية التي تمكنه من القيام بهذه الحركات الصعبة. فالأمر ليس سهلاً كما يبدو، إذ إن هذا الأمر يتطلب قوة تحمل هائلة. 21. لا بأس من القليل من المرح أثناء عملك، مثل هذا الرجل الذي قام باستغلال الجرافة ليشعر أنه في مدينة ألعاب مائية لبعض الوقت، ولا يمكننا إنكار أن الفكرة مدهشة. 22. إذا كنت تعاني من رهاب المرتفعات، لا تشاهد هذا المقطع. فهؤلاء الرجال نزلوا من الطائرة من على قمة جبل عال جداً. 23. من الواضح أن هذه القطة كسولة جداً لدرجة أنها تنزل على الدرج زحفاً بدلاً من النزول بقدمها. ليتنا نستطيع القيام بهذا الأمر حالياً. 24. نحن نريد منك أن تخبرنا عما ستقوم به إذا كنت داخل السيارة مكان هذا الرجل في التعليقات. فلا شك أن وجود نمر شرس بهذا الحجم على مقدمة سيارتك أمر مرعب، وخاصة إذا كان النمر جائعاً منذ عدة أيام. 25. من أروع المشاهد التي قد تراها في حياتك مشهد إطلاق سفينة، إذ إن له انطباعاً فريداً حتى إن كان من خلال الشاشة. 26. في كل يوم تفاجئنا القطط بأشياء جديدة ورائعة تقوم بها. في هذا المقطع أدركنا أن هناك نينجا تعيش بيننا، لكنها قطط وليست سلاحف كما عهدنا في الأفلام المتحركة. 27. إن كنت لم تخف من أي شيء من قبل في حياتك، فعليك مشاهدة هذا الفيديو، فربما تجد ضالتك أخيراً مع هذا الانهيار المهيب. 28. مهما بلغ جمال الأشياء التي يصنعها البشر، لن تستطيع مضاهاة صنع المولى عز وجل. وعلى الرغم أن برج إيفل به أضواء رائعة، لكنه يبقى في المستوى الأخير عندما يأتي البرق بهذا الشكل الفريد. 29. في النهاية دعونا نختم بهذا المشهد الرائع لمنزل يطل على البحر مباشرة ويقع وسط الأشجار الخضراء الرائعة. والأمر الأكثر إثارة أن المنزل عبارة عن سفينة ضخمة. وها قد عدنا من الرحلة الرائعة. إلى اللقاء.